الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير إن شاء الله يكون واضحا تعظيم أو تقليل الدالة maximization or minimization of function mathematical function. طبعا يستخدم الاقتصاديون الدوال الرياضية ومشتقاتها للحصول على ما يسمى الحالة المثلى optimum لمتغير اقتصادي ما مثل الكميات والعمالة ورأس المال. ويحتاج الاقتصادي في هذا السياق إلى تعظيم maximize أو تقليل minimize الدالة للحصول على مقدار المتغير المطلوب. إذا الآن عملية يعني استخدام الدالة واشتقاقاتها للحصول على ما يسمى بالأوبتيمم اللي هي الحالة المثلى من خلال ما يسمى تعظيم أو تقليل maximization أو minimization of the function. لنفترض وجود الدالة الآتية ونريد الحصول على القيم الحرجة critical values، القيم الحرجة التي تؤدي إلى وصولها إلى القمة اللي هو البيك نهاية عظمى نسميها، أو إلى القاع تروف نهاية صغرى، أو نقطة انقلاب. يعني الآن عندما نحصل على القيم الحرجة، هذه القيم الحرجة تعطينا معلومة أو إشارة عن الدالة، أين وصلت الدالة؟ هل وصلت إلى قمة اللي هي نهاية عظمى ماكسيمم، أو إلى قاع اللي هي التروف أو النهاية الصغرى، أو نقطة انقلاب فقط غيرت اتجاهها من الصعود السريع إلى بطيء ثم أسرع ثم هبط وهكذا. لنفترض وجود الدالة الآتية ونريد معرفة القيم الحرجة أو القيم الحرجة، إما قيم أو قيمة حرجة التي تجعل الدالة في النهاية العظمى أو الصغرى أو نقطة انقلاب. هذه هي الدالة الآن y تساوي 2 x تربيع ناقص 8 x. عندي y المتغير التابع يساوي 2 في x تربيع، x هو المتغير المستقل، 2 في x تربيع ناقص 8 x. إذن هذه الدالة التي سنتعامل معها في هذا المثال البسيط، ثم نأخذ طبعا مثال من الاقتصاد بعد أن ننهي هنا الكلام عن الاشتقاق. نكمل الآن الدالة، هذه الدالة مرة أخرى f of x، طبعا هاي الإشارة أو الرمز هذا f of x تقول بأن y تعتمد على x، ويعني الرياضيون دأبوا على استخدام هذا المصطلح أو هذا الرمز f of x، بمعنى آخر أن المتغير التابع يعتمد على ما جاء في الطرف الأيمن وهو المتغيرات أو المتغير المستقل. في هذه الحالة المتغير المستقل هو x، ف f of x y تساوي 2 x تربيع ناقص 8. الخطوة الأولى للحصول على القيم الحرجة أو القيم الحرجة التي تجعل هذه الدالة في النهاية العظمى أو صغرى أو نقطة انقلاب، الخطوة الأولى حساب المشتقة الأولى للدالة first derivative، وهي عبارة عن معدل التغير اللحظي. أرجو الانتباه هنا، معدل التغير اللحظي instantaneous rate of change، معنى آخر هو دلتا y على دلتا x، لكن لن نستخدم هذه المصطلحات كما يأتي. هنا الآن f prime اللي هي المشتقة الأولى f prime x تساوي dy dx، هاي اللي هي دلتا y على دلتا x، لكن عندما يؤول دلتا x أو تؤول دلتا x إلى الصفر، فلذلك نسميها instantaneous rate of change. لكن هنا دخلنا رأسا بالاشتقاق، ف f prime x تساوي dy dx وتساوي 4x ناقص 8. هذه الآن تضرب هنا ويطرح منها واحد صحيح فأصبحت 4x، وهنا هذه x لقوة واحد يطرح منها واحد صحيح تصبح x لقوة صفر تساوي واحد، وبالتالي النتيجة المشتقة الأولى اللي هي f prime x تساوي dy dx تساوي 4x اللي هي 4x ناقص 8. الخطوة الثانية مساواة المشتقة الأولى، هاي المشتقة الأولى هنا أوكي اللي هي التغير اللحظي كما سميته أنا instantaneous rate of change، نساويها بالصفر، أي حساب النقطة التي يتوقف عندها معدل التغير اللحظي هذا، يتوقف بالتمام، يعني تصبح f prime تساوي zero أو dy dx ليس هناك تغير تصبح صفر. ما يعني الآن بأن f prime of x اللي هي dy dx تساوي 4 ناقص 8 بنسويها بالصفر. إذا الآن هذا معدل التغير في هنا 4 ناقص 8 هو معدل التغير في الدالة، فبنسويه بالصفر حتى نصل نقطة الستيشنري اللي هي نقطة التوقف عن التغير بالحالة هاي. نكمل بإذن الله
آخر نتيجة كانت اللي هي f prime x تساوي dy dx تساوي 4 x ناقص 8 تساوي 0. إذن هذه معادلة خطية بسيطة، ننقل الثمانية إلى الطرف الأيمن وعندي 4 x تساوي 8. إذن وهكذا خطوة ثالثة حساب قيمة x التي تحقق هذه المعادلة، وهي قيمة تسمى النقطة الحرجة critical point. والمعادلة على نجد بأن الآن 4 x ناقص 8 تساوي 0 هنا. إذن هذا يعني معناه يعني هذا يؤدي إلى 4 x تساوي 8. إذن x تساوي 8 على 4 وتساوي 2. إذن x تساوي 2 هي القيمة الحرجة التي تجعل الدالة الأصلية 4 اللي هي 2 x تربيع ناقص 8 x تجعلها عند نقطة حرجة يتوقف معدل التغير عندما تكون x تساوي 2. لكن نعرف إن هل هي يعني نهاية عظمى أم نهاية صغرى أو لا شيء من هذا. خطوة الرابعة حساب المشتق الثاني. هنا هذا ما يسمى بالسكند ديريفيتيف تيست. السكند ديريفيتيف هنا هو اختبار. فإذا كانت المشتق الثاني أكبر من صفر فإن الدالة وصلت إلى نهاية صغرى عند النقطة الحرجة مقابل x تساوي 2. وإذا كانت المشتق الثاني أقل من صفر فإن الدالة وصلت إلى نهاية عظمى عند النقطة الحرجة. وحيث أن الآن f double prime هنا المشتق الثاني هي d تربيع y على dx تربيع، طبعا هذا رمز فقط لا غير، ليس هناك تربيع لكن هاي رمز المشتق الثاني، تساوي هنا لاحظوا لي إذا أخذنا المشتق الثانية أو المشتق المشتقة بساوي 4. بما أنه الأربعة أكبر من صفر معنى ذلك بأن الدالة وصلت إلى نهاية صغرى عند القيمة الحرجة اللي هي minimum. عندما كانت x 2 كانت الدالة قد وصلت إلى نقطة نهاية صغرى اللي هي المينيمم. دعنا الآن نمثل ذلك بيانيا. تمثيل البياني لاحظوا لي هنا هذا التمثيل البياني، هذه الدالة الأصلية لاحظوا لي هون y تساوي f of x تساوي 2 x تربيع ناقص 8 x، هاي الدالة الأصلية. عندما قمنا باشتقاق هذه الدالة حصلنا على قيمة حرجة مقدارها 2. هنا لاحظوا لي عند نقطة 2 فعلا وصلت الدالة، يعني كانت مرتفعة بالجانب السلبي من x انخفضت 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 وصلت إلى نهاية الدنيا عندما كانت x تساوي 2 ثم أخذت الارتفاع بعد ذلك عندما زد قيمة x. هنا لو عوضت 2 في الدالة الأصلية بكون y هنا على المحور العمودي سالب y تساوي سالب 8، وهنا عندي dy dx عند هذه النقطة تساوي صفرا، أي عندما قمنا باشتقاق الدالة مقابل x تساوي 2 كانت بالحالة هاي dy على dx أو dy dx تساوي صفر، بمعنى آخر ليس هناك تغير في الدالة. دعنا الآن نأخذ تمثيلات بيانية أخرى حتى نوضح الصورة أكثر. هنا إذا كانت هنا لاحظوا لي f prime dy dx f prime تساوي dy dx تساوي صفر، وكانت المشتقة الثانية أكبر من صفر فإن الدالة قد وصلت إلى نهاية الدنيا. مقابل ذلك إذا قمنا باشتقاق الدالة وسوينا الاشتقاق يعني قيمة الاشتقاق بصفر وكانت إشارة المشتقة الثانية أقل من صفر فإن الدالة قد وصلت إلى نهاية عظمى. إذن هاي نهاية صغرى نهاية عظمى. والحالة الثالثة والأخيرة اللي إذا كانت dy dx تساوي صفر لكن المشتقة الثانية تساوي صفر، معنى ذلك بأننا وصلنا إلى نقطة حرجة لكن هاي نسميها إحنا نقطة السرج أو ما يسمى بالسادل بوينت، أي لا هي ماكسيمم ولا هي مينيمم، لا هي نهاية صغرى ولا نهاية عظمى. هنا الآن نهاية صغرى، هاي نهاية عظمى، وهنا نقطة السرج. نكمل على بركة الله بمثال من الاقتصاد الجزئي. مثال الاقتصاد الجزئي، نفترض بأن دالة التكاليف الكلية لمنشأة ما أخذت الشكل التالي. الآن total cost هذه تي سي total cost تساوي الكوست، والكوست is a function of q f of q تساوي الدالة نصف واحد اثنين يعني نصف q تربيع زائد 6 q زائد 800. هذه الدالة نريد طبعا أنه نتعامل معها ونحسب منها كثير من المؤشرات. نستطيع من هذه الدالة حساب العديد من المؤشرات ومنها التكاليف الثابتة fixed cost fc ومتوسط التكاليف الثابتة average fixed cost afc
والتكاليف المتغيره variable cost VC ومتوسط التكاليف المتغيره average variable cost AVC ومتوسط تكاليف الكليه average total cost ATC والتكاليف الحديه marginal cost MC. كذلك الامر نسيت ان اضع هنا شيء لكن قمت فيه باخر جزء من المحاضره اللي هو احسب الحد الادنى اين وصل متوسط تكاليف الكليه، يعني الحد الادنى في ما هي الكميه التي تجعله اقل ما يمكن، اقل متوسط كلفه ممكنه، الكميه التي تجعله اقل متوسط كلفه ممكنه. فهون نبدا الان، هاي اف زيرو عندما تكون كميه الانتاج صفرا بنعوض صفر كل شيء يبقى عندي 8، هاي 800 هي الفيكس كوست التكاليف الثابته. الافرج فيكس كوست يساوي حاصل قسمه الفيكس كوست على كيو تساوي 800 على كيو. لاحظوا كل ما زادت كيو حاصل قسمه بنخفض. الان الفاريبل كوست اذا شطبنا الفيكس كوست 800 فيبقى عندي نصف كيو تربيع زائد 6 كيو. فعلا يعني هذا الفاريبل كوست لانه يعتمد فقط على الكميه، هنا ال 800 هاي ثابته اما يعتمد على الكميه المنتجه. الافرج فاريبل كوست يساوي الفاريبل كوست على كيو وتساوي نصف كيو تربيع زائد 6 كيو على كيو، وتساوي اذا النتيجه انه الافرج فاريبل كوست يساوي نصف كيو زائد 6، نصف كيو زائد 6. نكمل من دال التكاليف نفسها، هذه متوسط تكاليف الكليه الافرج توتال كوست والتكاليف الحديه كما ياتي. هاي الافرج توتال كوست اللي هي تساوي حاصل قسمه التوتال كوست كلها، هذه المعادله كلها منقسمه على كيو، وتساوي نصف كيو تربيع زائد 6 كيو زائد 800 نقسم على كيو. النتيجه النهائيه للافرج توتال كوست تساوي نصف كيو زائد 6 زائد 800 على كيو. عاده بنقدم احنا الاشياء اللي مرتبطه بكيو قبل الثابت، فعندي نصف كيو زائد 800 على كيو زائد 6، هذه يعني هذه هذا الجزء هنا يساوي هذا الجزء هنا، لكن قدمت انا فقط هذا الجزء هنا وضعته والستة بالاخير يعني لم تختلف القيمة. عند الان المارجنال كوست هو حاصل المشتقة الاولى للتوتال كوست بالنسبة للكمية. لاحظوا لي هنا المشتقة الاولى بالنسبة للكمية 2 مضروبة في النصف بطلع منها 1 بتم عندي كيو زائد 6. اذا النتيجة النهائية انه المارجنال كوست يساوي 6 كيو زائد 6 كيو زائد 6، لانه هاي 2 تنشط بحالة 2 تذهب مع 2 وبالتالي يبقى عندي كيو زائد 6 المارجنال كوست. نتابع هلا، نكمل من دارس التكاليف الكلية، هذه متوسط التكاليف الكلية كما ذكرت قبل قليل، هذه متوسط التكاليف الكلية. نحتاج الان نستطيع حساب القيمة الحرجة لمتوسط التكاليف الكلية باشتقاقها مرة واحدة بالنسبة للكمية كما يأتي. الآن ما هو المقصود بالقيمة الحرجة؟ أي الكمية التي تجعل الآن الأفرج توتال كوست عند نقطة النهاية الدنيا له نشتقها. لاحظوا لي دي اي تي سي دي كيو هنا، لاحظوا هذه إذا اشتقيتها بالنسبة لكيو هذه، حتى لا يعني نربك أحبتنا الطلبة المتابعين، نشتق هذه مرة واحدة. فبالحالة هاي هذا بروح واحد صحيح بتم عندي نصف. هنا الآن هذه في مشتقة هاي صفر ناقص هذه في مشتقة هاي اللي هو قانون الكسر، هذا يذهب صفرا وبالتالي يساوي نصف ناقص طبعا على هاي تربيع هنا اللي هي قانون الكسر بالاشتقاق، وتساوي نصف ناقص 800 كيو تربيع. هذا يعني انه النصف يساوي 800 كيو تربيع، معنى ذلك ان الكيو تربيع تساوي 1600 من الضرب تبادلي هنا 2 في 800 تساوي كيو تربيع، فكيو تربيع يساوي 1600، اذا كيو تساوي زائد ناقص 40. بما انه لا يمكن انه نتعامل مع اشاره كميه سالبه، اذا فقط كيو تساوي 40 هي الكميه التي تجعل الافرج توتال كوست عند نقطه نهايه الدنيا. كيف نتاكد من ذلك؟ اي ان الان كيو تساوي 40 هي التي تجعل اي تي سي افرج توتال كوست عند اقل مقدار ممكن. وكي نتأكد من وجود النهاية الصغرى لابد من اشتقاق دالة ATC مرة ثانية المشتقة الثانية، ونتأكد من أن إشارتها موجبة يعني أكبر من صفر. وهذا بتركه للطالب النجيب والمتابع المحترم بإذن الله. وإلى